سطرت مصالح الشرطة لأمن ولاية وهران مخططا أمنيا استثنائيا يقف بالدرجة الأولى على احترام إجراءات الاحترازية الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وكذا فرض سيادة القانون على كل مخالفين للقرارات الإدارية المعمول بها في هذا الشأن. كما تمس خير تشكيل أمني يعمل بالزي المدني والرسمي راجلة وراكبة من مختلف المصالح العملياتية التابعة لأمن ولاية وكذا الولايات الغربية لفرض التواجد الميداني لعناصر الشرطة وحماية المواطن في نفسه وممتلكاته.